شادت كوم من شادت نت، كيف انتقلنا كيف لكن معنا مباشرة ناخذ مكالمة براءة من السعودية. عميل لي معنا خطين، هي أكثر من هيك ما تأخر، تفضل نسمع من التلفون أختي. وهي ده نداء لكل المشاهدين، عفوا وعليكم السلام، نداء لكل المشاهدين بيتصلوا إنه نسمع مباشرة من التلفون، الله يجزيكم خير حتى نكسب الوقت. تفضل يا أخت براءة. حياكم الله، اهلا وسهلا بك، الله يحييك يا اختي، تفضلي. بحييكم على هذا اللقاء الرائع. الله يبارك فيك يا رب. بدي اشكر شبكه انشاءكم على تمييزها الرائع. الله يجزيك خير. انا ولدت في السعوديه من الشداد. حياكم الله اختي، الله يبارك فيك يا رب. في اي سؤال او استفسار من الضيوف حتى نكسب الوقت؟ انا هلا طرحت سؤالي ما كتبته في المنتدى وان شاء الله يطلع. ان شاء الله ان شاء الله. مر هو علي اظن سؤال في المنتدى وان شاء الله عم بيطلع. ان شاء الله خلص، انا مر السؤال علي من ضمن الاسئله اللي تم انتقائها، وان شاء الله يكون ضمن القرعه باذن الله. الله يحييك اخت براء، بارك الله فيك على اتصالك. معنا حنين من السعوديه مباشره، تفضلي اخت حنين. رنيم من السعوديه، انقطع الخط. مباشرة نرجع على انشادتكم وانشادتنت، هيك ولو سريعا، شو اللي شبك اثنين مع بعض؟ هل لهم علاقة ببعض ولا ما لهم علاقة ببعض؟ ديك الفترة لما فتحت، لما بغينا نفتح الموقع انشاد.com او انشاد.net، كان الاسم محجوز من قبل شخص مجهول الهوية، يعني ما كان عنده هواية جمع الدومينات، ما شاء الله عليه اشترى كثير من الدومينات يملكها، وعرضت عليه ديك الفترة اني انا اخذ الموقع ما عنده، فرفض فترة بداية. هو شخص من الامارات، انا في الحقيقه لا اعرفه يعني، بس اوجهله شكر حاليا. ما بتعرف اسمه؟ ما اعرف اسمه، ما عندك يعني كانه كان اسمه ابو خالد، مجرد ان النيك نيم عنده في التوقيع انتو ابو خالد. نعم. بس قدر الله فتحنا انشاد دوت نت، لانه عنده متوفر انشاد دوت كوم، فتحنا انشاد دوت نت شبكه انشاد، وفتحنا في المنتدى وتوسع العمل. بعد بشهرين فتح موقع زميل او صديق اسمه انشاد دوت نت بالاي، نحن كنا بالاي وبالاي. نعم. كان خلاف جوهري، يعني اذكر انا قبل ما افتح الموقع راجعت في عده اشخاص دارسين اللغه الانجليزيه، اسالهم شو الفرق بين اي والاي، وهما اصح انشاد بالاي ولا انشاد بالاي، فاغلب الاقوال كانت ان الانشاد المفروض ينكتب بالاي، وعلى اساس احنا فتحنا الموقع باسم الاي. اختلف العلماء يعني. اختلفوا، الروايه الراجحه كانت بالاي، الحمد لله رب العالمين. اخذت بالراي الراجح. الاقوال الراجحه الحمد لله. فبعدها فتحوا موقع بعد تقريبا شهرين من بدايه موقعنا، وكان بالاي، بالاي. حلو. ما شاء الله موقعهم كان جميل ويحتوي على عده البومات واصدارات خليجيه غالبا وبنقاوه عاليه. يا سلام. الاخوه كانوا من الامارات، وكان لنا تواصل معهم، يدرسون في امريكا وكان لنا تواصل معهم، فقدرنا ان نسوي اتصال معهم او تواصل معهم، تواصل معهم يتم الاندماج، يعني ممكن ندمج معهم بحيث ان احنا نفس الافكار ونفس الاهداف ونفس الاسم. والاخوه ما شاء الله رحبوا بالفكره وابدوا استعداد، والحمد لله تم الاندماج في عام 2002 في شهر يوليو، تم الانفصال وكان المنتدى هذيك الفتره اسمه منتديات الانشاديه، واللي اشتهر كثيرا خاصه في الخليج وفي السعوديه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. إذن انشاد دوت كوم هو امتداد لمسيرة انشاد دوت نت بالآي، لمسيرة انشاد دوت نت اللي بالآي ليس بالإي. على قول اختلف العلماء، فأخذنا الرأي راجح بالآي، ونأخذ مكالمة مباشرة. أبو عزام من لبنان، تفضل أخي أبو عزام. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أول شيء نورت حياتنا، نورت طرابلس، نورت لبنان، وصراحة تحية الأخ أكام اي كي ام عبد الكريم مله، الله مني ومن الاخ حسن، الله يحييك يا اخي يحيى من سوريا، حياك الله عبد الكريم، حياك الله حبيبي، الله يحييك ويعافيك ابو عزام. معك والله يعني معذره اني ودي اقف معكم، بس للاسف يعني عندي بعض الظروف والمشاغل والمولوده الجديده، اسال الله تعالى يبارك لكم في طريق. يا سيدي نحن الخسرانين والله. طيب والله يعني كان ودي اكون معكم في الجلسه واحييكم عن تاريخ انشاد، يعني انشاد يعني رحله عمر طويله بين الاخ ابو سيف والاخ ابو شهاب والاخ عبد الكريم وعدد من الاخوه والاخوات، سواء في المنتدى سواء في مكتبه التنشيد انشاد والشوق الابداعي الزاد،
يعني انا اذا ما خاب انا اذا ما خاب اذا ما خاب ظني فانت الاعلامي اللي عمر شيخه نعم. صحيح عمر شيخه انا ولد اطلقت ابو عزام عشان يذكرني اخ عبد الكريم ايوه نعم عمر شيخه عم اقول الصوت ما غريب عليك طبعا ونسقنا الجهود في موضوع انشاد طيب هي معاك الاستاذ ابو سيف بده يحكي معك لما دخلت الفيسبوك وجدت انه واجد في لبنان فصراحه كتبت له ان شاء الله ممكن انزل بيروت بس ان شاء الله ان شاء الله يكون تواصل معك ابو عزام طبعا ابو عزام هو الشخص اللي مشهور بشبكه انشادكم العالميه تقدم او الانشاد والشوق الابداعي الزاد نحن خلينا نكون عمليين انت مشهور باللوجو بالسلوجن تاع انشاد ممكن تحكي لنا على الهواء انشاد يعني هو اجمالا فكره انشاد فيك تقول هي مشروع اعلامي متكامل بس لو قدرت فضائية او هي بالاساس هي برنامج اذاعي كان اسمه نداء وحداء نعم. في عام 2000-2001 دمجوا مع شبكة الانشاد العالمية نعم. فصار برنامج انشاد يذاع في طرابلس في منع اذاعة التوحيد الاسلامي جميل وكان في فكرة اطلاق فضائية او ربما يكون في اذاعة في احدى دول الخليج ولكن نعم. الموضوع يعني الشباب في امريكا طبعا نتيجة المشاغل حتى يعني ابو سيف طرحنا موضوع انشاء اذاعة في احدى الدول الخليجية في سنتين في قطر كنا عم ندرس ذكر يا ابو سيف ايوه نعم صح يعني شارك معنا في منظومه الانشاد يعني منظومه يعني صراحه لا تختصر فقط في نعم منتدى او في موقع يعني نتمنى ان يكون هناك الدعم الحقيقي والجاد والهادف طيب. من رابطه الفن الاسلامي التي يدعمها الاستاذ محمد ابو راتب إن شاء الله. او حضرتك في مجالك وفي القناه يعني الانشاد ارشاد بكل معنى الكلمه استاذ ابو عزام استاذ ابو عزام انا استميحني عذرا لانه الوقت ما معنا وقت كبير وفي اتصالات حقيقة نحن بدنا ناخذ منك السلوغن اللي بتقوله هيك قبل كل انشودة اخر انشودة بتعطي بصوتك سلوغن هيك معين سبحان الله يا سيدي سمعنا يا علاء والشوق للابداع يزداد هذا الكلمات بس الاسلوب بدنا اسلوب الحكي كيف كلمات احكينا بالصوت بالنبرة الاعلامية اللي مشهور انت يعني فيها. مثل على اساس انه بدك تسجل هلا مثل انشاد والشوق للابداع يزداد يزداد رؤية ثلاثية الابعاد حياك الله ابو عزام اخ عبد الكريم اخ عبد الكريم يعني اعطاني كذا اصدار ومشكور مشكور اخ عبد الكريم الله يبارك فيك يا رب وين الكوميشن طيب؟ القصر الكبير عبد يا اخ عبد الكريم الله يبارك فيك يا سيدي الله يكرمك اخ حبيب والله اتمنى من ابو سيف يمكن رقمي معه ان شاء الله نتواصل ان شاء الله باذن الله بعد لبنان يوم يومين كذا ان شاء الله نتشرف ان شاء الله بارك الله فيك ابو عزام وحياك الله حياك الله الله يحييك ابو عزام معنا ما تاخذونا طولنا عليكم الله يحييك الله يبارك فيك بارك الله معنا غروب من ورود من السعوديه تفضل ورود اخت ورود تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا كيفك استاذ يحيى الله يحييك يبارك فيك الله يحييك اهلا وسهلا والله الله يبارك في جلدكم يا رب الله ينور الشاشه ما شاء الله عليك الله يبارك فيك حابه صراحه أنا اشكرك على هذا البرنامج الرائع وايضا اشكر الاخوان على القائمين على هذا المنتدى الرائع بارك الله فيكم بارك احنا نشكرك بالنيابه عن الشبكه الله يخليكم يا رب ويساعدكم ان شاء الله على فعل خير استاذ يحيى هل تقبل استاذ السؤال لك هل تقبل ان تنشد قصيده لاي شخص والسؤال الثاني للقائمين على هذا المنتدى الرائع بارك الله فيهم هل بالإمكان إنزال إعلانات هذا المنتدى وشكرا لكم واشكركم على هذا القناة الرائع بارك الله فيكم السؤال الثاني غير واضح يا ريت تعيديه شوي هل بالإمكان إيش؟ السؤال الثاني للقائمين على هذا المنتدى هل بالإمكان إنزال إعلانات في المنتدى؟ إنزال إعلانات بالمنتدى حياك الله شكرا أخت ورود الإعلانات نعم معنا اتصال من السعودية مباشرة آخر اتصال بهذا البارت عبد الله من السعودية السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ عبد الله أهلا وسهلا معكم عبد الله ألف من السعودية حياك الله أهلا وسهلا أخ عبد الله أهلا وسهلا أنا بس أحب في البداية أشكر منتديات إنشاد على المجهود اللي بيعملوه بنشر الفن الهادف الله يبارك فيك أخ عبد الله جدا بالموقع مع أنه يعني الموقع ما شاء الله ضخم كثير ضيع فيه بسئلة انه جهد ممتاز جدا مشتغل عليه انا بس عندي سؤال للاخ